أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ النهاردة بإذن الله CNS موتور لكتش 4، وهي خاصة بإذن الله بالبوشر ريفلكسز والموتور إيرياز والأبر واللور موتور نيرون ليجن. فهنتوكل على الله. نبتدئ في الجزء الأول، المحاضرة بتنقسم إلى قسمين، البوشر ريفلكسز ده جزء، والموتور إيرياز والأبر واللور موتور نيرون ليجن ده جزء تاني. طيب نتوكل على الله. نبتدئ بالبوشر ريفلكسز. احنا عندنا البوشر ريفلكسز دول البوشر ريفلكسز بيبقوا كلاسيفايد، هنقسمهم اللي هم الاول. يعني بوشر ريفلكسز اللي هم ريفلكسز which aim to maintain body posture، ريفلكسز اللي بتسعى انها تحافظ على البادي بوشر، وهنقسمهم الى نوعين، ستاتيك اللي هم بي انفولف سستيند موفمنتس، يعني حركه وكونتراكشن، اسف سستيند كونتراكشن، كونتراكشن متصل، او فيزيك او دايناميك، ودي البوشر ريفلكسز which involve transient contraction. يبقى الاستاتيك اوعى تنساها الاس مع الاس، الاستاتيك بوشر ريفلكسز involve sustained الاستاتيك sustained contraction، بينما الفيزيك او الديناميك transient contraction. هنقسمهم التقسيمه الاهم يا اولاد اللي هنشتغل على اساسها according to the centers الى اربعة انواع، اللي هم الفور سنترز معروفين عندنا، من تحت لفوق سباينال، ميدالري، ميد برين، اند كورتيكال. وانا احب قبل ما ابتدي اقول ان وده سؤال مهم، ان البيزس بتاعت اول بوشر ريفلكسز هي المسل تون، التغير في المسل تون. فنبتدي باول حاجه اللي هي سباينال بوشر ريفلكسز، ودي يعني ما بتجيش بس تبقى ممكن تسأل سؤال شفوي مش هتيجي نظري. اول واحد فيهم اللي هو الاسترتش ريفلكس. ما احنا قلنا اي عضلة بتبقى moderately stretched بتبقى contracted، والايم كان بتاع الاسترتش ريفلكس انها maintain constant length of the muscle وعليه constant position. ودي مثال كالآتي، افرض ان انا ملت لهذه الناحيه، يبقى المصل دي بقت ستريتش، طب انا هقع كده. فالمودريت ستريتش المصل تعمل كونتراكشن تو مينتين كونستانت لينث وبالتالي كونستانت بوش، اذا فهي بوش ريفلكس. تاني واحده يا اولاد اللي هي الكروس اكستنسور ريفلكس. فاكرين كنا قلنا لو انا اديت بينفول ستيمولس تو وان ليج، غير ان الليج دي هيحصل لها فليكسور ويزدرول عشان تبعد عن البينفول ستيمولس، قلنا الامبلسز بتكروس تو ذا اوبوزيت سايد ويت اكستند الاوبوزيت ليم. يعني الامبلس عملت ايه؟ بتكروس ويت اكستند الاوبوزيت ليم، عشان كده سموها كروس اكستنسور، لان الامبلسز عملت كروسنج واكستنشن في الاوبوزيت ليم فسموها كروس اكستنسور ريفلكس. طب ليه انا فردت رجلي الثانيه؟ تو سبورت ذا بادي ويت، تو سبورت ذا بادي بوشر، اذا فهي بوشر ريفلكس. ثالث سباينال بوشر ريفلكس هناخده، خدناه قبل كده، اللي هو البوزيتيف سبورتنج رياكشن. ليه قلنا ان لما واحد بيقف على رجله فالديب بريشر على السول بيعمل ريفلكس كونتراكشن في الاكستنسورز والفلكسورز اوف ذا ليج. ليه؟ تو كونفرت ذا هول لور ليم انتو ا ريجيد كولم تو سبورت ذا بودي ويت، اذا فهي بوشر ريفلكسز. وبرضه بذكركم يا اولاد ان ده كان الريفلكس الوحيد، الريفلكس الوحيد الذي لا يتبع ريسيبروكال انرفيشن، لان هنا الاكستنسورز والفليكسورز هما الاثنين بيكونتراكت. ليه؟ عشان يحولوا الليمب انتو ريجيد كولم تو سبورت ذا بودي ويت،
إذن فهي push reflex. ده سؤال بالكتير هتتسأله شافوي، هيقولك اديني أمثلة للspinal push reflexes. أشهر ثلاث أمثلة اللي قلناهم stretch reflex, crossed extensor reflex، وبعدين positive supporting reaction. تقل للنوع الثاني، ده يصلح سؤال نظري اللي هو medullary statotonic posture reflexes. medullary statotonic posture reflexes، هنا السنتر هو المدلة أوبلينجاتا، ويوجد نوعان من الريفلكسز تونيك لابرينثاين أو تونيك نيك ريفلكس. وخد بالك أن التونيك هنا بمعنى كلمة ستاتيك، ده حتى هي موجودة فوقه ستاتو تونيك. ففي تونيك لابرينثاين وتونيك نيك ريفلكس. أنا عايز أعلمكم شوية حاجات لطيفة. إن إحنا لما يبقى عندي تو ريفلكس، تو ريسبتورز بيعملوا نفس العمل، هنا اللابرينث والنيك بروبريسبتورز بيشتغلوا. And you want to demonstrate the effect of one of them، وعاوز تشوف تأثير واحد منهم، لابد أن تلغي الآخر. يعني أديك مثال، يعني في التونيك لابرينثاين ريفلكس الانيمال بالاضافه لكونه ميدلري، وفاهم يعني ايه ميدلري انيمال، يعني عشان يعني اعلى سنتر عنده هو الميدلا اوبلينجاتا، يبقى قطعين عند الابر اوردر ميدلا، فهذا الانيمال يا اولاد بيبقى بارالايزد. يبقى كل اللي هتفرج عليه ده اوعى تفتكر الانيمال بيعمله فولنتري بارادته، ده ريفلكس انفولنتري. لو انا عاوز اتفرج على اللابرينث بيعمل ايه، يبقى لازم الغي النيك بروبريسبتورز. لو عاوز اتفرج على النيك بروبريسبتورز بتعمل ايه، لازم الغي اللابرينث. يبقى الانيمال يبقى هنا في حاله اللابرينث لاغي النيك بروبريسبتورز، وفي حاله النيك بروبريسبتور التونيك نيك ريفلكسز الغي اللابرينث. عشان دي اسئله مهمه وفيها حرفيه نحب نعرفها. نبتدي بالتونيك لابرينثاين ريفلكسز. الريسبتور هو لابرينث، هنا اللابرينث عندنا فيها جزئين يا ولاد، السيمي سيركولار كانالز والاوتوليث اورجان اللي هو الماكلة. فهنا الريسبتور هو الاوتوليث اورجان، او يقولوا مجازا واختصارا الاوتوليث اللي هو الماكلة. طب ايه الاستيمولس؟ الجرافيتي. طيب نوع الانيمال هنا بقى، قلنا في الريفلكس دي لازم يبقى ميدلري انيمال، وانت فاهم يعني ايه ميدلري انيمال، يعني قاطع عند الابر بوردر المدله، يبقى الهاي سنتر هو المدله. واوعى تنسى هذا الانيمال بارالايز اللي بيعمله فعل لا ارادي، خلاص. طب انا عاوز اتفرج على اللابرينث، يبقى لازم يبقى لاغي النيك بروبريسبتورز، يبقى هذا الانيمال دي افرينشيتد نيك بروبريسبتورز، ما هو الريسبتور متصله بالافرنس، فلازم اقطع الافرنت. يبقى عشان كده يسموه دي يعني لا، زي دي نيرفيتد، دي افرنشيتد يعني قاطع الافرنس بتاع النيك بروبريسبتورز اللي هم انهي اعصاب بقى اللي بيغذوا النيك، سيرفايكال 1 لسيرفايكال 4، من سيرفايكال 1 لسيرفايكال 4. دي نقط مهمه جدا في الشفوي والام اس كيو. يبقى تاني لما يقول لك هاو تو دمنستريت التونيك لابرينثاين ريفلكس، تسأل روحك ده ميدلري بوش ريفلكس، يبقى لازم الانيمال نمره واحد يبقى ميدلري انيمال. طب هل في ريسبتور اخر بيعمل نفس العمل؟ النيك بروبريسبتورز. طب انا عاوز اتفرج على اللابرينث، يبقى لازم الغي النيك بروبريسبتورز، يبقى الانيمال بالاضافه لكونه ميدلري انيمال وبارالايز قلنا، يبقى قاطعين الافرنت اللي متصل بها النيك بروبريسبتورز، فيسموها دي افرنشيتد نيك بروبريسبتورز، قاطعين الافرن بتاع سيرفايكال 1 2 3 4. شيء جميل، الاستيمولس هنا هو الجرافيتي، يعني مجرد ما انت الجرافيتي بتشد اللابرينث على تحت اهو، الاوتوليث اللي هي الحصوات على تحت، تلاقي الانيمال بيكستند الفور ليمز، يعني
الانيمال لما بيبقى على ظهره، لو قلبت القطه دي على ظهرها تلاقي الليمز ما هماش اكستندد، وانس قلبتها على وشها يبقى المفروض عاوزه تقف، فتلاقي الفور ليمز حصل لهم اكستنشن. ده يا اولاد مش عاوزك تلخبط، ده مش بالاراده، ده ريفلكس، وهيبان اكتر في الحته اللي بعدها، شيء جميل خالص. تعالى بقى التونيك نيك ريفلكسز. يبقى الانيمال هنا ايه؟ فك. احنا قلنا هذا النوع من الريفلكسز بيبقى موجود في الميدلري انيمال، يبقى ده يبقى لازم ميدلري انيمال، قطع عند الابر بولر ميدل. طب انا عاوز اتفرج على النيك بروبريسبتوس، يبقى لازم الغي اللابيرنث. الغي ازاي؟ يبقى الانيمال ده لابيرنث ليس. يوجد طريقتان لالغاء اللابيرنث، انك تقطع الفيستيبولار نيرف اللي مغذي اللابيرنث. طب بس دي عمليه صعبه. لا، وحاجه الطف يا اولاد ما حدش هيسالك فيها بس احب اقولها لكم، لو حطوا الانيمال ده في جهاز طرد مركزي سريع جدا، فحصوات الكالسيوم كربونيت بتاعت الاوتوليث بتاعت الماكلة بتطير جوه السكال بتاع الانيمال، مش هتطير بره جوه السكال، باظ اللابيرنث. اسهل من انك تعمل عمليه تفتح بقى وتقطع الفيستيبولار نيرف بيحطوه، بس ده لينا احنا في جهاز طرد مركزي ده بسرعه جدا، فالحصوات بتاعت الجهاز بتاعت اللابيرنث تطير وبالتالي باظ اللابيرنث. تعال نشوف بقى ريفلكسز رائعه. ايه الاستيمولس بتاع هذا الريفلكس؟ يبقى قلنا الريسبتور النوع الانيمال هو ميدلري انيمال اهو، وبعدين الريسبتور نيك بروبريسبتورز. ايه الاستيمولس؟ الهيد تيرن، انك تحرك الهيد في اتجاه معاه. انا عاوز الاول اشرحها لكم فهمها لطيفه جدا. بيقول لك فكره التونيك نيك ريسبتور ريفلكسز، ان انت لو غيرت البوزيشن بتاع الهيد، الفور ليمز الاربعه ليمز بتغير وضعها لتناسب وضع الهيد. يعني بالبلد اهو، يبقى افهم فكره ريفلكس، ان تغيير وضع الهيد بيغير التون في الفور ليمز، الفور يعني الاثنين القدامين والورانيين، عشان تحط الانيمال في بوزيشن يناسب وضع الهيد. لا، كلام جميل خالص. فتعالى اقولها لك بطريقه طفوليه. لو انت جيت الانيمال ده، نبتدي بالريفلكس ده، وخليت الهيد اب، يعني عملت الهيد دورسي فليكشن لورا كده، تبص تلاقي اميديتلي الانيمال ده عمل ايه؟ فرد الفور ليمز الاطراف الاماميه، عمل لها اكستنشن وفليكشن في الهايند ليمز. ليه؟ بيقول لك، حتى اقول لك تعبير لطيف جدا، ده البوزيشن ادوبتد باي اكات، البوزيشن اللي بتاخده القطه looking to a bird on a tree، بتبص على طائر على شجره. فكر، يعني اقولها لك بطريقه لطيفه، لو الانيمال ده انت حركت الهيد بتاعته لفوق، يبقى كانه عاوز يبص لفوق، فالاوقع يبقى الجسم بتاعه كده، يبقى يفرد الفور ليمز ويتني الهايند ليمز، يبقى بالظبط زي قطه looking to a bird on a tree. اقولها لك باسلوب الطف، كلنا بنعدي على كوبري قصر النيل وبنشوف اسودة قصر النيل، انت الاسد ده عامل ايه؟ عامل الهيد اب اللي هي دورسي فليكشن الهيد، بتلاقي رجليه قدام النيل مفروده وقاعد على رجليه ورا النيل، لان الانيمال عاوز يبص لفوق يا اولاد، يبقى الاوقع ان الرجلين اللي قدام النيل يتفردوا والورانيين يتنوا، يعني شيء منطقي. اللي عاوزك الاعجوبه في هذا الريفلكس هو انه مش اراديه، يعني مش الانيمال، خد بالك الانيمال ده مشلول، هذا فعل لا ارادي، مش انت لما حركت الهيد لفوق فهو قال يا واد انت بقى عاوز تبص لفوق افرد قدامين واتنين ورا، ما فيش، هو مشلول، ميدلري انيمال بارالايزد، ده بيلت ان. شوف العظمه اللي هي بيلت ان ريفلكس، ان الانيمال من غير ما يفكر مجرد نجيب الهيد لفوق يبقى الوضع الافضل للانيمال بيبص لفوق ان الجسم يبقى عامل كده، يبقى رجلين اللي قدامين يتفردوا والورانين يتنوا، ويؤكدها الريفلكس اللي بعده. طيب خد بقى انت
الهيد داون اهي، يعني تعمل فنت ريفليكشن في الهيد، تروح عامله فليكشن في الفور ليمز في الاطراف الاماميه واكستنشن في الهاند ليمز. يقول لك ده زي البوزيشن بتاع ايه، بتاع الكات looking for a rat in a hole، بتدور على فار في هول. او انا بقولها بطريقه لطيفه جدا، تخيل كده قطه جت في كنب عندنا واطي قوي، فوطت راسها كده عاوزه تبص تحت الكنبه، صح، وطت راسها، تلاقي القطه راحت الثانيه رجليها القدامانيين، صح، وجسمها ممشوط كده ورجليها الورانيين مفروده، يعني مجرد ما تتني الهيد رجليها القدامانيين اتنوا والورانيين فرد، لان هي لما تتني الهيد يبقى ده البوزيشن اللي عاوزه تاخده، يبقى الاوقع لللمز عشان يتناسبوا مع هذا الوضع يعملوا ايه، نتني القدامانيين ونفرد الورانيين. لكن لو هي عملت دورسي فليكشن في الهيد عاوزه تبص لفوق، يبقى ده وضع الجسم، يبقى الاوقع انها تفرد القدامانيين وتتني الورانيين. مره اخرى يا اولاد، ده الانيمال ما بيفكرش في البوزيشن، ده ربنا بيلت ان خلى حركه الهيد تروح ظبطه البادي عن طريق الفور ليمز في البوزيشن اللي يناسب وضع الهيد. الاروع اللي بعدها، لما الانيمال ده يترن الهيد وان سايد بالشكل ده، طيب يبقى هتلاقي الليمز تو ذا سايد اوف ذا هيد يبقوا اكستندد والاذر ليمز يبقوا فليكس. وتعالى بصها عندي، انا همثل الكلام ده، انا ببص الناحيه دي، خد بالك انا انيمال كده وببص الناحيه دي، يبقى الاوقع ان انا اجي بكتفي كده عشان ابص الناحيه دي، طب يبقى الكتف ده قرب من الارض يبقى دول يبقوا فليكس، والكتف ده بعد على الارض يبقى ده يبقى اكستندد. الانيمال بارايزد، فعل لا ارادي، مجرد انه هيبص وان سايد يبقى عشان الاسهم يبص وان سايد نكتفه تعمل كده، يبقى الكتف ده بعد، يبقى اللي تو ذا سايد اللي يمز يحصل لها اكستنشن، طب والتانيين يحصل لها فليكشن. يبقى هتجاوب هذا السؤال بالمنطق، انيمال عمل دورسي فليكشن في الهيد بيبص اب، يبقى الوضع الامثل للجسم اما هيبص اب ادي الهيد اهي انه هيبص اب، يبقى الجسم يبقى كده، مش هقول هبص اب والجسم يبقى كده، هيبص اب يبقى الجسم يبقى كده، يبقى نعمل ايه؟ نفرد الفور ليمز ونتني الهايند ليمز. بالعكس لما يبص داون الاوقع ان وضع الجسم يبقى كده، يبقى القدامانيين يتنوا والورانيين يتفردوا. طب هيبص توان سايد كده، يبقى لازم يجي بكتافه كده عشان ده يساعد النظر، يبقى ده يتفرد وده يتني، اللي ذا سايد يبقى اكستندد، الاوبوزيت يبقى فليكسد. ولا امل ان اقول ان ده الانيمال ما بيعملوش بالعقل، هو يبدو ماشي مع المنطق، بس ده انيمال بارالايز، ده ريفلكس بيلت ان، يبقى طبيعه ايه اللي بتخلق يا اولاد، ريفلكس بيلت ان، يبقى وراء الخلق قوه عاقله بتحرك الاطراف الاربعه في وضع يناسب وضع الراس، الرأس اختارت أن تنظر إلى أعلى لأعلى، يبقى ده الوضع الأمثل للبادي كده، هذا ما تبص لفوق يبقى الوضع كده، يبقى القدام يتفرد والوراني التاني، اختار الأنيمال اللي يبص تحت يبقى ده الوضع الأمثل للبادي، يبقى القدامانين يتنوا والوراني يتفردوا، اختار اللي يبص وان سايد يبقى يجوا بكتافه كده، يبقى الكتف ده بعد على الأرض يبقى ده اكستندد وده فليكسد. إيه العظمة؟ هيقول لك الريفلكسز دي بنشوفها في اني انيمال، قلنا دول ميدلري ريفلكسز، يبقى لازم الانيمال يبقى ميدلري انيمال، خلاص. طب انت عاوز تفرج على النك، يبقى تلغي اللابرنث اللي هو ريفلكس الاخر، ان انا عندي اللي بيشتغل يا لابرنث يا نك بروبريسبتورز، يبقى بالاضافه لكونه ميدلري انيمال يبقى لابرنثلس. ده سؤال نظري يا اولاد، يبقى لما يجيب لي نقوله بقى في عجاله ميدلري ستاتوتونيك بوش ريفلكس، اقول في السؤال النظري ده نظري مهم، ان في عندي نوعين، ستاتوتونيك لابرنثاين وستاتوتونيك نيك ريفلكس، في كل واحد لازم تشرح لي اربع نقاط،
تقول لي ريسبتور والستيمولس ونوع الانيمال وبعدين تشرح الريفلكس مع بعض. فهنا في اللابرينثاين يبقى الريسبتور ادي اول نقطه خدت عليها نمر يبقى 100% هو الاوترس. طب ايه الستيمولس؟ انه الحصوات الجرافيتي بتشدها لتحت يبقى الستيمولس هو الجرافيتي. طيب نوع الانيمال العنوان مضلري مكتوب قصادك فرع الاسئله وانت عايز تتفرج على اللابرينث يبقى تلغي النك. تلغي النك بروبريسبتورز ازاي؟ بانك تقطع الافرنج لان الريسبتور متصل بالافرنج يبقى الانيمال يسموه دي افرنشيتد نك بروبريسبتور. تقطع من سيرفايكل 1 ل 4 ده ريفلكس واحد وسهل جدا. ان مجرد ما تعدل الانيمال يبقى كانه هيقف. فربنا خلى اوتوماتيكلي عشان يقف كويس لما الاوتلست تشد لتحت ناحيه الجرافيتي يروح تاني يروح فارد رجليه الاربعه يعمل اكستنشن في الفور ليمز. دي النقطه الرابعه. نيجي بقى الستاتوتونيك نيك ريفلكس. دول ثلاثه مش واحده. هنا هتقول مين الريسبتورز؟ من اسمها نيك يبقى نيك بروبريسبتورز. طيب ايه الستيمولس؟ الهيد تيرن ان الهيد يبقى تجيبه لفوق دورسيفليكشن لتحت فنتريفليكشن تو وان سايد. طب ايه نوع الانيمال؟ هي ميدلري يبقى لازم يبقى ميدلري انيمال قطع عند الابر بورد الميدله بارلايز انيمال. وهنا لو عاوز اتفرج على نيك بروبريسبتورز القاعده بتقول يبقى تلغي الثاني يبقى لابرينفلس. وثلاث تجارب منطقيه جدا. اسد قصر النيل لما تعمل دورسيفليكشن يفرق الدبنين وهتن ورانين اللي هو زي قلنا كات لوكينج تو ا بيرد اون ا تري. لو عملت فنتريفليكشن يبقى كانها عاوزه تبص لتحت يبقى فليكشن فور ليمز واكستنشن في الهايند ليمز. وبعدين لما تتني الهيد تو وان سايد يبقى كان لازم يجي بكتافه كده يبقى اكستنشن في السايد وير ذا هيد استرند اند فليكشن في الاوبوزيت سايد. كلام بسيط خالص واتمنى تاخدوا الفول مارك فيها اذا جت باذن الله. طيب انتقل للنوع الثالث وهو الاهم في الحكايه دي اللي هو ميدل اللي هو ميد برين رايتنينج ريفلكس. ميد برين رايتنينج يعني تصحيح بوش ريفلكس. برضو بحب ما اعملش زي بقيه المحاضرين. اول عاوز افهمك فكره ريفلكس. رايتنينج في اللغه يا اولاد يعني تصحيح. وعاوز ده من اهم الاسئله في الام اس كيو. مين السنتر الذي يصحح وضع الجسم موجود فين في الميد برين؟ عشان كده عاوز كما يرتبط في ذهن الطالب قيس بليلى يرتبط في ذهن الطالب الرايتنينج بوش ريفلكسز اللي بتصلح وضع الجسم لما يبقى ديستربد بالميد برين. يعني اهم سنتر بيصحح وضع الديستربد انيمال هو الميد برين. فايه فكره ريفلكسز؟ فكرتها كالاتي يا اولاد. هي ان كوركشن اوف ديسترب بوش. اي انيمال تو ديسترب اتس بوشر الريفلكسز دي خد بالك ريفلكس ما بيصلحش نفسه اراديا من عظمه الخلق والخالق انها ريفلكسز بيلت ان بيصلح نفسه لانه مخلوق مطبوع على ذلك correction of disturbed posture. فقال لنا الفكره كالاتي يا اولاد ان اي انيمال تلخبط وضعه شوف المنطق الاول يعدل الهيد ثم البادي. وتعالى اوريها لك عشان ما تنساش. ادي انيمال وضعه متلخبط كده اهو. فالاول يعدل الهيد وبعدين يعدل البادي ترتيب منطقي حتى. يبقى اني انيمال ويز disturbed posture ده مش اراديا هو مش بمزاجه بيقول يا واد انت معوج اعدل روحك. ريفلكس بيلت ان خلق الخالق مش الطبيعه قوة عاقله. انيمال ديستربت يبقى الاول يعدل الهيد تو جيت بوث ايز اون ذا هوريزونتال بلين وبعدين يروح عادل البادي. يبقى عندي هيد رايتنج ريفلكسز اتنين يعدلوا الهيد وبادي رايتنج ريفلكسز يعدلوا البادي. سو وي هاف فور رايتنج ريفلكسز تو فور ذا هيد اولا اند تو فور ذا بادي. وبطريقتي بقول بأسهل طريقة ممكن تفتكر بيها الموضوع. مين اللي يعدل الهيد؟ في تو ريسبتور بيعدلوا الهيد وتو ريسبتور بيعدلوا البادي. لاحظ حاجة جميلة عملها لك باللون الأصفر.
فيهم واحد مشترك اللي هو البادي بروبيسبتورز، في مقدوره انه يعدل الهيد ويعدل البادي. يقول حتى للطالب العادي لما يقولوا له ادينا اكزامبل لهيد رايتنج ريفلكس، الريفلكس بيصلح الهيد، او بادي رايتنج ريفلكس، المشترك البادي بروبيسبتور بيعدل الاثنين. ففي بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد وفي بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. خد بالك عشان ما يطولوش، ما بيقولوش بادي بروبريسبتورز رايتنج ريفلكس اون ذا هيد، بيشيلوا كلمه بروبريسبتورز. احنا فاهمين لما نقول بادي فنحن نعني بادي بروبريسبتورز، رايتنج اوف ذا هيد يصلح الهيد، وبادي بروبريسبتور رايتنج اوف ذا بادي. طيب في واحد بقى يعدل الهيد بس، اللابيرنس، هنشوف دلوقتي واحد يعدل البادي بس، النيك بروبريسبتورز. خليك معايا وهتلاقي الموضوع لطيف جدا. يبتدي ريفلكس، اول واحد اللي هو لابرنثاين رايتنج ريفلكس اون ذا هيد، اللابرنث بيعدل الهيد. تعال اتفرج معايا هنا، ده في حاجتين بيعدلوا الهيد، قلنا اللابرنث والبادي بروبريسبتورز. حضرتك عاوز تتفرج على مين؟ على اللابرنث، يبقى لازم تلغي مين؟ البادي. ازاي؟ بانك بتمسك الانيمال مش بايدك، بطوق، بحيث يبقى ايكوال ستيميليشن في كل اجزاء البادي. ليه بقى؟ لان الاستيميلس للاربعه ريفلكسز ده، بص جمله هي مهمه جدا في الام اس كيو، هو الان ايكوال امبلسز فروم بوث سايدز. ان بيجي ان ايكوال امبلس فروم بوث سايدز هتفهم حالا حالا مع اول اكزامبل. انا هفرض نفسي هذا الانيمال، وحضرتك عملت لهذا الانيمال ميلته كده، انيمال، خد بالك مين برين انيمال، اللي بيحصل ده ريفلكس. يبقى لما حضرتك ميلته كده، الاوتلس ده بتاع اللابرنس بقى ستيميليتد، وده مش ستيميليتد، لان الحصوات مدلله من هنا بتشد، انما هنا الحصوات ريستنج عليها. واحنا قلنا اهو سحر، اهو لغز، الستيميلس هو الارايفل اوف ان ايكوال امبلس. فالانيمال حتى لو كان بلايند فولدد، يعني مش شايف، اول ما تحطه في هذا الوضع هيروح عادل الهيد لحد ما عينيه بالمسطره تبقى في الهوريزونتال بلين، لحد ما يبقى فيه ايكوال ستيميليشن من ناحيتين. يبقى فسموا ده مين اللي عدل الهيد؟ اللابرنث عدلت الهيد، فسموها لابرنثاين رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. ما ده مش فعل ارادي، مش الانيمال بيقول يا واد كده المنظر معوج اعدل راسك عشان تعدل المنظر، لا. ايفن لو مغمض عينيه بتلاقيه اما تحطه في هذا الوضع اميديتلي راح عادل الهيد، تو جيت بوث ايز بالظبط المسطره عند الهوريزونتال بلين. حصلت ازاي؟ ان هو بيقعد يتعدل لحد ما يبقى فيه ايكوال ستيميليشن. طب ايه الاستيميلس؟ قلنا الارايفر وان ايكوال امبلس. طب قلنا هل في حاجه تاني بتعدل الهيد؟ البادي. فبتلغيه ازاي؟ ان بتمسك الانيمال ده بتحطه في طوق عشان يبقى مفيش ضغط على حته في البادي غير التاني. طب نتفرج على تاني ريفلكس، بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد، يعني هنتفرج ازاي البادي بروبريسبتورز بقى بيعدلوا الهيد. طيب يبقى حضرتك تلغي مين هنا؟ كان في واحد تاني لسه قلناه بيعدل الهيد اللي هو اللابرنث، يبقى الانيمال ده بالاضافه لكونه ميبرين يبقى لابرنثلس. انك عاوز تفرج على البادي، هتجيب الانيمال وتحطه على سبورتنج سيرفيس كده على وان سايد، اتفهمت؟ يبقى الناحيه دي عليها ضغط والناحيه دي ما عليهاش ضغط، يبقى مره اخرى ان ايكوال ستيميليشن. فتلاقي اول ما تحط الانيمال في هذا الوضع ريفلكس مش فعل لا ارادي، البادي بروبريسبتورز تعدل الهيد تو جيت بوث ايز اون ذا هوريزونتال بلين، فسموا ده بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد، بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. انا مش عاوزك تخاف على الاطلاق الكلام، لانه كلمات معدوده تبدو كونفيوزنج، في الاخر هنتبارى في عمق وسرعه الاجابه، بس نكملهم الاول. يبقى الاول مين ممكن يعدل الهيد؟ ان ايكوال امبلسز فروم ذا لابيرنث، فسموا ده
labyrinthine on the head. طب مين تاني ممكن يعدي الهيد؟ unequal impulses from the body. فسموا ده body writing reflex on the head. كنتيجة للتجربة الأولى والتانية لما تعادل الهيد، بصلي بقى لما الهيد اتعادل بالشكل ده، سواء اللي عدلوا اللابرنس أو اللي عدلوا البادي، البادي هو اللي عدلوا الانيكوال أو اللابرنس اللي عدلوا، لما تعادل الهيد النك اتعوجت، بقى في انيكوال ستيميليشن، الناحية دي مشدودة والناحية دي مش مشدودة، إيه اللي مشدودة؟ فتلاقي النك راح تعادل البادي to get equal impulse، النك راح تعادل البادي، فيبقى ده نك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، ده التالت. يبقى كنتيجة للتجربة الأولى والتانية، سواء اللابرنس هو اللي عدل الهيد أو البادي هو اللي عدل الهيد، الهيد اتعدلت، النك ايه؟ بقت ناحية مشدودة وناحية مش مشدودة، فالنك تروح عدل البادي، بيسموها نك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. تمام؟ طيب ممكن البادي بروبريسبتورز يعدل الهيد، يعدل البادي، اسف ده اللي هنشوف. البادي بروبريسبتورز يعدل البادي، يبقى مين تاني ممكن بيعدل البادي؟ النك. يبقى نلغي النك بروبريسبتورز، لما اجي اتفرج على ازاي البادي بيعدل البادي نلغي النك بروبريسبتورز. في طريقتين، الطريقه الاصعب قلنا ان انت تقطع الافرين بتاع النيك بروبريسبتورز، يعني تقطع الافرين من سيرفايكل 1 ل 4. طريقه اسهل انك تحط النيك في بلاستر كولر، اهو ده البلاستر المشمع بتاع الجروح، بحيث ان النيك ما تتعوجش لا يمين ولا شمال، فيبقاش في ان ايكوال امبلس. وحط الانيمال بقى في الوضع ده على السايد، يبقى في ناحيه عليها بريشر وناحيه ما عليهاش بريشر، يبقى ان ايكوال امبلس. وهنا خد بالك الانيمال ما يقدرش يعدل ايه النيك، لان النيك هنا محطوطه في بلاستر كولر، فتلاقي هنا البادي بيعدل البادي، البادي بيعدل البادي، فيسموا ده بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، تبقى عارفها. يبقى مش عاوز نتوه يا اولاد كده، انتوا فهمتوا الفكره. تعال نعد بقى الجمل كما اعتدت دائما ابدا، عشان نطلع باذن الله مش بس فاهمين الموضوع وحافظينه صم. فكره، ما هي فكره الرايتنج بوشر ريفلكسز اللي قلنا السنتر بتاعها مرتبط في ذهنك بمين؟ الرايتنج ده في الميد برين، ميد برين رايتنج. الفكره ان اي انيمال ويز ديستربد بوزيشن الريفلكس دي تعمل كوركشن اوف ديستربد بوش. معلومه اولى. معلومه ثانيه، الانيمال بيعدل مين الاول، الهيد ولا البادي الاول؟ الاعقل يعدل الهيد ذن البادي. معلومه ثالثه، كام ريسبتورز يعدلوا الهيد؟ 2. طب وكام ريسبتورز يعدلوا البادي؟ 2. معلومه رابعه، مين اللي مشترك؟ البادي بروبريسبتورز. ممكن يعدلوا الهيد، يبقى في بادي اون هيد، وممكن يعدلوا البادي، في بادي اون بادي. وقلنا ما بيقولوش بادي بروبريسبتور رايتنج ريفلكس اون ذا هيد، تبقى طويله قوي، فبيقولوا بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد وبادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. طب مين مع البادي يعدل الهيد؟ اللابيرنث. يبقى اللابيرنث اللي في الهيد يا اولاد اوعى تنساه، اهو اللابيرنث، اللابيرنث اللي في الهيد تعدل الهيد. بينما مين مع البادي بروبريسبتورز بيعدل البادي؟ النيك بروبريسبتورز. يبقى النيك مع البادي بروبريسبتور بتعدل البادي. انا هقول لك بقى عن خبره في التدريس، الحته دي تملي الطلبه يغلطوا فيها ليه؟ لانه استقر في العقل اللاواعي بتاع الطالب انه النك مرتبطه بالهيد، يعني لان في الاناتومي طول النهار يقول لك ايه؟ هيد النك، هيد النك، هيد النك، في العقل اللاواعي. فاول ما احنا في الفسيولوجي نقول لك النك بروبريسبتورز بتعدل ايه؟ اقول لك على طول تلاقي 90% من الطلبه غلطه بالعقل اللاواعي، انت هو ارتبط في ذهنه الهيد بنك، يقول لك النك بتعدل الهيد، مع ان غلط. قلنا بص يا اولاد،
النك مش هتبتدي تشتغل ويبقى فيها ان ايكوال ستيميليشن الا لو الهيد اوريدي اتعدل. يبقى هنا بقى في ان ايكوال ستيميليشن، دي مشدوده ودي لا، دي مشدوده ودي لا. فالنك فرصتها الوحيده انها تشتغل بعد ما الهيد يتعدل، يبقى خلاص الهيد اتعدل، يبقى النك تعدل ال بادي. فانا عاوزك بقى طول الليله النهارده عشان تشيل من العقل اللاواعي الغلطه المشهوره، تقول نيك اند بادي، نيك اند بادي، نيك اند بادي، عشان تنسى بتوع الاناتومي لما لخبطوا لك مخك هنا النيك. يبقى النيك بروبسيبتور تعدل مين؟ البادي. النيك بروبسيبتور تعدل مين؟ البادي. مين يعدل الهيد؟ اللابلنس اللي في الهيد. طب ومين المشترك يعدل كليهما؟ يعدل كليهما اللي هما البادي بروبسيبتورز. يبقى تاني بقى جمل هبه حرفيه واتقان تام. ما هي فكرة الرايتنج ريفلكسز؟ جملة أولى تو كوركت ال ديستيرب بوشر، جملة أولى. طب أي أنيمال ويز ديستيرب بوشر؟ الجملة الثانية يعدل الأول إيه؟ الهيد، ذن البادي. جملة ثانية كم ريسبتور يعدلوا الهيد؟ اثنين. كم ريسبتور يعدلوا البادي؟ اثنين. جملة الرابعة من المشترك اللي بيعدل اثنين؟ بادي بروب ريسبتورز. حافظها لكم صم، بادي بروب ريسبتور مع اللابرنس اللي في الهيد يعدلوا الهيد، بادي بروبسيبتورز مع اللابرنت اللي في الهيد يعدلوا الهيد. انما النيك بروبسيبتور ما بتشتغلش غير بعد ما الهيد يبقى اتعدلت، النيك تبقى ان ايكوال ستيميليشن. ففي الحاله دي النيك تعدل ال بادي. وعشان كده قلت دي الغلطه المشهوره، ما تقوليش النيك بروبسيبتور بيعدلوا الهيد، لانه بتوع الاناتومي لخبطوا مخ هيد النيك هيد النيك. احنا بقى نيك اند بادي، نيك اند بادي، نيك اند بادي، نيك تعدل البادي، النيك تعدل البادي. يبقى النيك بروبسيبتور ومعاها البادي بروبسيبتور يعدلوا البادي، البادي بروبسيبتور ومعاهم اللابرنس اللي في الهيد يعدلوا الهيد. فري ايزي. طيب مين السنتر؟ مين برين؟ اما يقول لي رايت انفكس يبقى مين برين؟ من اهم المعلومات في الطب عدل جسم الجسم، ده وظيفه المين برين. واديتكم القاعده الرهيبه، لو تو ريسبتور بيعدلوا نفس العمل وعاوز ديمونستريت وان تلغي الثاني، فانا مين بيعدل الهيد؟ بيعدل الهيد يا اما اللابرنس يا اما البادي لما يبقى ان ايكوال ستيميليشن. يبقى لما اجي اتفرج على اللابرنث الغي البادي، لما اجي اتفرج على اللابرنث اهو ابقى لاغي البادي ان حاطط الانيمال في طوق. طب لما اجي اتفرج ازاي البادي بيعدل البادي، البادي بروبسيبتور بيعدل البادي اهو البادي، يبقى لازم الانيمال يبقى لابرنثلس كنتيجه لان اللابرنث والبادي عدلوا الهيد. خلاص النك حصل لها ايه؟ بقت تويستد. فالنك تعدل البادي، فيسموها لما النك تبقى تويستد كده تعدل البادي، نك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي، نك اون ذا بادي. لكن ممكن البادي يعدل البادي. طب في الحاله دي عاوز تفرج ازاي البادي بيعدل البادي؟ يبقى لازم تلغي النك بطريقتين، يا تقطع الافرم بتاع السيرفايكل 1-4 يا تحطها في بلاستر كولر، فتلاقي الان ايكوال ستيميليشن عدلت البادي. لا أكل ولا أمل يا أولاد، بس هذا الموضوع أنا عارف إنه قليل في البيت كونفيوزينج. أنا عاوز بقى أنتوا تراجعوا معايا دلوقتي تقولوا لي معلومات مرة أخرى. ما معنى كلمة رايتنينج بوش ريفلكس؟ تو رايت يعني تو رايتنينج يعني تصحيح، كوركشن أوف ديستيرب بوش. كانت هذه الجملة الأولى، مستنيكوا تقولوا الثانية. أي أنيمال تلخبط له وضع جسمه يعدل مين الاول؟ الهيد ثم البادي. جملة تالتة، في كام ريسبتور في جسمك يعدلوا الهيد؟ اثنين. وكام ريسبتور يعدلوا البادي؟ اثنين. جملة رابعة، مين المشترك اللي يقدر يعدل البادي بروب ريسبتورز مع اللابرنث اللي في الهيد يعدلوا الهيد؟ البادي بروب ريسبتورز مع النك بروب ريسبتورز يعدلوا البادي. وفهمت الغلطة هنا، ان النك هي اللي بتعدل البادي، بتعدلش الهيد، لان النك مش هتشتغل اهي، يبقى فيها ان ايكوال ستيميليشن الا لو كان اوريدي الهيد اتعدل. يبقى فرصة النك انها تعدل ال بادي، النك ما بتشتغلش الا لما البادي يبقى اوريدي اتعدل، الهيد اسف يبقى اوريدي اتعدل، فالنك تبقى ان ايكوال ستيميليشن تروح عدل البادي. ايه اللي ستيميلس؟ الجملة الاخيرة، الارايفل اوف ان ايكوال امبلسز فروم بوث سايدز. يبقى هو سحر
جملة عتدت أقولها، هو لغز المفتاح والأرايفل of unequal impulses from both sides of the body. نقولها مرة ثالثة، يعني إيه رايتنينج ريفلكس؟ مين السنتر بتاعه الأول؟ ده سؤال مهم جدا، لا بد أن يرتبط قيس بليلة. الرايتنينج ريفلكسز بالميد برين، جملة مهمة أوي. طب يعني إيه رايتنينج ريفلكسز؟ يعني any animal which disturbed posture الأول لا يعمل correction of disturbed posture، ده معنى writing reflex الجملة الأولى. يبقى writing معناها to correct، تصحح disturbed posture. الجملة الثانية يعدل الأول مين؟ الهيد ثم البادي. الجملة الثالثة الأهم، كام ريسبتور يعدل له هيد؟ 2. كام ريسبتور يعدل له بادي؟ 2. من المشترك البادي بروبريسبتور؟ بادي بروبسيبتور مع مين بقى؟ مين التاني اللي مع البادي بروبسيبتور يعدل الهيد؟ اللابرنت اللي في الهيد، اللي في الهيد تعدل الهيد مع البادي بروبسيبتورز. طيب لما يتعدل الهيد مين بيبقى تويستد؟ النك. فعشان كده النك بروبسيبتور بتبتدي تشتغل بعد ما الهيد يبقى اتعدل، يبقى فرصتها تعدل البادي. يبقى البادي بروبسيبتورز مع النك بروبسيبتورز يعدلوا البادي. جملة الخامسة، طب لو عندك تو ريسبتور بيعملوا نفس العمل وعاوز تنستريت واحد، لازم تلغي التاني. يبقى اما اخد بادي على الهيد الغي اللابرنس، يبقى لابرنس لس. بادي على البادي لازم الغي النك، يبقى النك دي افرنشيتد من سيرفايكل 1 ل 4 او محطوطه في بلاستر كولر. جمله السادسه والاخيره، ايه فكره از ايه؟ هو سحر، هو لغز. ايه بيعرف ازاي ان هو متلخبط ويعدل نفسه؟ اللغز هو الاستيمولس، ان الاستيمولس هو الارايفل اوف ان ايكوال امبلسز فروم بوث سايدز. وعليه يبقى عندي اثنين بيعدلوا الهيد، نقولهم بقى في عجاله، لابرنثاين رايتنج اون ذا هيد اهو الان ايكوال ستيميليشن فروم ذا لابرنس عدلوا الهيد، او الان ايكوال ستيميليشن فروم ذا بادي عدلوا الهيد، بادي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد. لما اتعدل الهيد في التجربه الاولى والثانيه اتعوج النك، بس الهيد اوريدي معدوله، يبقى النك تعدل البادي، فيسموها نيك رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. لكن ممكن اهو البادي يعدل البادي على طول، يبقى يسموه بادي رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. مره خمسه يا اولاد، مين السنتر بتاع الرايتنج ريفلكس؟ انا سمعته ميد برين. يعني ايه رايتنج ريفلكس؟ يعني كوركت البوزيشن اوف ديستيرب الانيمال، الجمله الثانيه. طب جملة الثالثة، كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ 2. وكام ريسبتور يعدلوا البادي؟ 2. جملة الرابعة، مين المشترك البادي بروبريسبتورز مع مين؟ ده المشترك بيعدل الهيد وبيعدل البادي. جملة الخامسة، البادي بروبريسبتورز مع مين يعدل الهيد؟ مع اللابرنس اللي في الهيد يعدل الهيد. البادي بروبريسبتور مع النيك بروبريسبتورز يعدلوا البادي. جملة السادسة والأخيرة، هو سح؟ هو لغز؟ ما هو الاستيمولس؟ الارايفر اوف ان ايكوال امبلس فروم بوث سايدز. نوع الانيمال المستخدم، انت ذكي تعلمت القواعد، في كل الانيمالز ميد برين، فكل ده ريفلكس يا اولاد. الانيمال ما بيعملهاش بمزاجه، بيعدل نفسه، ده بيلت ان. ولو عندك تو ريسبتور بيعملوا نفس العمل وعاوز تريمستريت وان، تلغي التاني. لو عاوز اتفرج البادي بروبريسبتور المشترك ازاي بيعدل الهيد، في حاجه تاني بتعدل معاه الهيد، اللابرنس اللي في الهيد بتعدل الهيد مع البادي بروبريسبتورز، يبقى لابرنس لس. لو عاوز اتفرج على البادي بروبريسبتور ازاي بيعدل البادي، في حاجه تانية بتعدل البادي، النيك بروبريسبتورز بتعدل البادي. يبقى لو عاوز اتفرج على البادي ازاي بيعدل البادي، الغي النيك، دي افرنشيتد نيك بروبريسبتورز. ولا تنسى النيك بتعدل البادي، انسى الاناتومي، مش هيد النيك، احنا عندنا النيك تعدل البادي مع البادي بروبريسبتورز، واللابرنس مع البادي بروبريسبتورز يعدلوا الهيد. بس ده واحد من اهم واصعب الاسئله يا اولاد. نيجي بقى الكورتيكال ريفلكس، ما بيجيش سؤال شافه زي السباينال. ثلاثه ريفلكسز سهلين. كورتيكال يعني السنتر هو الكورتكس، يبقى الانيمال ده يبقى نورمال، يعني عشان الكورتكس يبقى شغال وبيأثر في كله يبقى لازم يبقى نورمال انيمال. في الكورتيكال بوش ريفلكس، في الميد برين، ميد برين انيمال قطع عند الابر بودر ميد برين، في المدلة اللي تقطع الابر بودر مدلة، في السباينال
قاطع طبعا تحت سيرفيكال 5، انما هنا نورمال. عندي ثلاثة ريفلكس سهلين جدا. اول واحد اسمه اوبتيكال رايتنج ريفلكس. اوبتيكال عبي الفيجن، بيقول لك القطة بسبعة رواح، لو رميت قطة نورمال من علو مناسب بالفيجن بالنظر، اهي بالنظر بقى، بالنظر هتروح عادلة الهيد وعادلة البادي وبقى على رجليها فما تتكسرش. يبقى هنا مين اللي بيعدل الفيجن؟ يبقى في اوبتيكال رايتنج ريفلكس اون ذا هيد واوبتيكال رايتنج ريفلكس اون ذا بادي. طب للاوائل بقى، للاوائل السؤال ده حلو قوي. لو قال لك في فرق بين سؤالين للاوائل، قال لك قول لي في الرايتنج ريفلكس، ما قالش مين برين رايتنج ريفلكس، قال لك في كام ريسبتور بيعدلوا الهيد للاوائل؟ ثلاثة. اتنين مشترك بادي بروبريسبتور وفيجن، مع اللابرنس يعدلوا الهيد، وبادي بروبريسبتورز مع الفيجن مشترك مع النيك بروبريسبتور يعدلوا البادي. يبقى في اتنين يعدلوا الهيد او البادي. لو قال مين برين يبقى تشيل الفيجن، لان الفيجن ده السنتر بتاع سيربال كورتكس. لو قال لك مين برين رايتنج ريفلكسز، يبقى اتنين يعدلوا الهيد واتنين يعدلوا البادي. لو قال رايتنج ريفلكس وشال كلمه ميد برين، رايتنج ماليش دعوه السنتر ميد برين او بره الميد برين، يبقى ثلاثه يعدلوا الهيد وثلاثه يعدلوا البادي، تضيف عليهم الفيجن. شوف بقى الطالب الذكي، يبقى ما يقول لك قول لي رايتنج ريفلكس اون ذا هيد ثلاثه، اون ذا بادي ثلاثه، لكن لما يقول لي ميد برين، ميد برين رايتنج ريفلكس اون ذا هيد اثنين بس تشيل فيجن، ميد برين رايتنج ريفلكس اون ذا بادي اثنين بس تشيل فيجن. كام ريسبتور يعدلوا الهيد؟ يلا لخبطوك اهو، في اتنين مشترك. لو في المجمل في العموم بادي بروبريسبتور وفيجن يعدلوا اي حاجه، بادي بروبريسبتور وفيجن معاهم حاجه حاله خاصه، اللابرنس اللي في الهيد يعدل الهيد. طب والهيد لما بتتعدل بيبقى مين تعوج؟ انك تعدل البادي. ادي اللعبه كلها، راح من اصعب الاسئله. بليسنج رياكشن يا ولاد، قال لك البليسنج رياكشن معناها الاتي، انه الانيمال بالفيجن او بالتاتش خلاص، يبقى ريسبتور لو كان فيجن هيبقى رودز وكونز، بالتاتش هيبقى اكستير ريسبتور. تملي ويعني ودي تجربه جميله خالص، لو مسكت اي قطه كده في الهواء خلاص وقربتها من اي سطح، تلاقي بالفيجن روح حاطه رجليها الاربعه على السطح ده عشان تسبورت البادي بوش بالفيجن. طب لو انت بلايند فولد غميت القطه وماسكها، القطه متضايقه انها مش عارفه تستقر على سطح، اي نقطه تلمس السطح يبقى تاتش، تروح بليسنج الفور ليمز، فسموها بليسنج رياكشن. يبقى بالفيجن، او لو هي يعني مغماه في عصابه حوالين عينها، بالتاتش تعمل بليسنج للفور ليمز على هذا السطح اللي شايفاه او اللي لمساه، فسموها بليسنج رياكشن، ان الانيمال بي بليس الفور ليمز اللي شايفهم بالفيجن او اللي لمسهم. والذي هقولها للزملاء الاصغر سنا، في التاتش اكتر حته حساسه في الانيمال لو انت حاطط غمامه على عينه هي التشين، التشين بليسنج، يعني دقنه لو لمست اي حاجه يروح حاطط رجليه اربعه، عاوز يسبورت البادي ويت، شاف سيرفس او لمس سيرفس، فعشان كده فيجن او تاتش سيرفس بليسنج رياكشن. نيجي هوبينج رياكشن، هوبا يعني عارف لما اقول لك هوبا يعني هم او يحتذف، ده ريفلكس لطيف قوي. لو جبت نورمال انيمال، نورمال قطه نورمال، عشان ده كورتيكال ريفلكس، الريسبتور بتاعه ماسل سبندل، ورحت عملت لاترال ديسبليسمنت للقطه، اللي هو بقولها التعبير المهذب، قطه قربت منك فبغير تهذب رحت شايطها برجلك بعيد، يبقى انت عملت ايه وانت بتشطها كده؟ شلتها من على الارض برجلك ورميتها بعيد، عملت لها لاترال ديسبليسمنت، عمرها ما تقع على جنبها لو هي نورمال، تروح عامله هوبينج يعني قفزه وتنزل في نيو بوزيشن، بعد ما تعمل هوبينج تنزل الى نيو بوزيشن على الفور ليمز، يعني تنزع فور ليمز تو سبورت ذا بادي بوشر. انما
لو الانيمال ده دي كورتيكيت يعني شايل الكورتكس خلاص ورحت زيحها كده عملت لها لاترال سبيس من بريجلك تروح واقع كده على جنبها. لكن لو هي كورتيك عشان كده عرفنا ان السنتر والكورتيكال يعني نورمال انيمال ورحت زيحه شايطه برجلك شايطه خفيفه كده لفوق يروح ناطط ولازق على رجليه الاربعه فيسموها هوبينج. عارف كان في اغنيه العفاف راد تقول هوبا 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 الاطفال هوبينج تروح ناقل هوب لفوق ونازله على الفور ليجز فسموها هوبينج ريفلكس. ذيس ثري ريفلكسز اللي هو الاوبتيكال او الفيجوال رايتنج والفيجوال اهو بليسنج او هوبينج الثلاثه دول السنتر مجموع سيبا كورتكس. ده بيتسال في الشفوي من هم الكورتيكال بوش ريفلكس ثلاثه اوبتيكال رايتنج ان بالفيجن الانيمال كان كوركت الهيد او البادي بوش خلاص بالفيجن. البليسنج رياكشن السطح اللي الانيمال شايفه يبقى رودز وكونز ريسبتور او حاسه يبقى اكستيريو ريسبتورز وكنت انت ماسكه في الهواء هيروح قريب من سطح ما شايفه بس قريب طبعا يعني لو شايلها في الهواء كده قريب من سطح وشافته او لمسته كده لمسته تروح بليسنج الفور ليمز بوش ريفلكس. وبعدين هوبينج ان انت بس كورتيكال لو تعمل لها لاترال ديسبيسمنت تزحها برجلها زحه خفيفه كده عمرها ما تقع على جنبها تروح نطه هوبينج ونزل على رجلها الاربعه. لو ما فيش الكورتكس لو دي كورتيكيت انيمال ما فيش ريفلكسز دي فاثبتنا انها كورتيكال. ده كان بوش ريفلكسز. عارف في بعض الجامعات بيلغوه خالص انما يعني احنا بنقول كورس كامل متكامل. نيجي ست معلومات في الام اس كيو احبكم تعرفوها ام اس كيو بس يا اولاد ما تحفظوش الكلام. الاكوليبريم سنتر موجود فين؟ احنا قلنا فاكر لو طالب ذكي احنا قلنا ايه وظيفه النان اوديتوري لابيرنث. النان اوديتوري لابيرنث دي بتاعت الاكوليبريم. طب لا ده يعني دي يعني مرتبطه بالاذن اللا سمعيه بالاذن السمعيه فمصادفه جميله مش مصادفه طبعا يعني واقع انه الاكوليبريم سنتر جنب الاوديتوري سنتر لان في اذن سمعيه واذن لا سمعيه هما الاثنين في السوبيريو تمبرال دايرس. يبقى الطالب الشاطر يستنتجها الاكوليبريم سنتر فين في المخ. احنا عندنا الاذن تنقسم الى قسمين اوديتوري هيرينج ونان اوديتوري اكوليبريم. يبقى الاكوليبريم مع الهيرينج يبقى هما الاثنين في السوبيريو تمبرال دايرس. كانت هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه مين الريسبتور اللي بيحتفظوا بالاكوليبريم؟ اربعه الاي اللي هي الكونز والرودز خدناها في الاوبتيكال الفيستيبيول الفيستيبولار ابريتس الاذن لا سمعيه بتاعت الاكوليبريم بعد نمره 3 النيك واربعه البادي بروبيسيبتور. حتى انا حطيتهم لك مع بعض اثنين واثنين عشان تحفظوا العين والاذن يبقى الاي كونز ورودز والفيستيبولار ابريتس عين والاذن صح وبعدين نيك وبادي بروبيسيبتورز سهل. طيب خد بالك بقى هنا في معلومه مهمه جدا. المعلومه الثالثه ان النيك بروبيسيبتورز والفيستيبيول ربنا خلاهم فانكشن ان اوبوزيت ويز ودي من رحمه ربنا بينا. وندي مثال لطيف جدا دلوقتي لو البيرسون بنز هيز نيك بالشكل ده انا قاعد كده ورحت عاوج دماغي كده خلاص فيبقى هنا انا شغلت النيك بروبيسيبتور وشغلت الفيستيبيول احس ان دماغي معوجه بس ان انا شغلت الاثنين يبالانس ايتش اذر يقول دماغي معوجه بس اذا هو جسمي معدول مش حاسس مال اكوليبريم يبقى حاسس النيك بنت بطنه مال اكوليبريم. لكن لو انا شغلت واحده منهم بس يعني رحت مايل كده ما عوجتش النيك كده يبقى مين شغال هنا الفيستيبيول بس دي شغاله ودي لا. لكن النيك ما فيش ناحيه مشدوده اكتر من ناحيه في الحاله دي احس ان جسمي في حاله مال اكوليبريم. شوف العظمه. يبقى ربنا خلى الاذن والنيك بروبيسيبتور يشتغلوا اوبوزيت تو ايتش اذر تو بالانس ايتش اذر تعوج النيك كده يبقى انت شغال اتنين دي مشدوده ودي لا
دي في هنا استيبليشن ولا لا، تبقى حاسس النك بنت لكن البادي زي الفل. تفرق بقى لو ان انا بكل البادي رحت جاي كده، يبقى في الحاله دي مين بقى النك ما اشتغلتش، بقى النك مش في الناحيتين زي بعض. مين اللي اشتغل؟ الاستبيول بدون نك، يبقى احس ان لا ده الجسم كله اتعور بقى مش بس النك. شوف الكلام الجميل اللي ربنا عملها كده. يبقى لو البيرسون بنس هيز هيد هيز نك في الحاله اللي شرحتها لك، يبقى التو امبلس بالانس ايتش اذر، فالشخص يحس النك بنت بطنه مال اكوليبريم. لكن لو الانتاير بادي لينز تو وان دايركشن يعني مال في ناحيه، يبقى هنا النك معدوله زي الفل، نو امبلس فروم ذا نك، يبقى البيرسون فيلز مال اكوليبريم من الفيستيبيول بس. طيب ثانيه قال لك اف ذا هيد اوف مدلري انيمال از بنت فورورد، يعني جبتها لقدام، بيحصل ايه بقى؟ بيشتغلوا عكس بعض. اللي هي عاوز اوريك الصوره بتاعت ال اهي. انت لو هنا اللابرينث والنيك بنت فوروردز، كان بيعمل ايه في الفور ليمز؟ اتفرج معايا اهو، النيك بنت فوروردز كان بيكستند الفور ليمز، واكشلي بيكستند الاربعه ليمز بما فيهم الفور ليمز والهايند ليمز. لكن في النك بقى، في النك هنا بروبريسبتورز